الرجال ونساء الصحافة والإعلام، سعيد باللقاء بكم مرة أخرى في هذه الندوة الصحفية التي تنعقد مباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة، حيث انعقد يومه الخامس 30 جمادى الأولى 1445 الموافق ل 14 دجنبر 2023 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية. وفي بداية أشغال هذا المجلس تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 223065 في شأن تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنة في المملكة والشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه، قدمه السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية. ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة بصفة عامة لإنجاز إحصاء السكان والسكنة في المملكة المقرر إجراؤه في سبتمبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتحديده المتعلقة عفوا بتهيئه وإنجازه، وكذا الشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهيئ وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين والإعلام والتواصل، بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجستيكية. كما يحدد هذا المشروع المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية. كما يحدد هذا المشروع الشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنة، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه، كما يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية من مشرفين ومراقبين وباحثين عبر منصة الرقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 223746 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218009 الصادر في 23 من شعبان 1440 29 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 17099 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المشروع إلى توسيع قائمة الأنشطة لتمكين وسطاء التأمين الذين تم اختيارهم وتوكيلهم من طرف مؤسسات الأداء وفقا لسياسة تدبير الأخطار التي تنتهجها من تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومن تدبير ملفات الحوادث لحساب مقاولة التأمين أو إعادة التأمين برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنها، ومن تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بمهنتهم لحساب المؤسسات العمومية في إطار التدبير لحساب الغير. ويتعلق الأمر مثلا بأن يكون نقطة إيداع أو مراكز ربط بخصوص طلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أو الملفات المتعلقة بحوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما السيد خالد أي الطلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 223561 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 218622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 17 يناير 2019 بتطبيق القانون رقم 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99/15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويهدف هذا المشروع إلى تتميم الملحق بالمرسوم رقم 218622 وذلك لإدراج فئة القيمين الدينيين المكلفين ضمن فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1/14/104 الصادر في 20 من رجب 1435 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم. مشروع المرسوم رقم 223562 بتطبيق القانون رقم 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99/15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين. ويأتي هذا المشروع قصد إدماج فئة القيمين الدينيين المكلفين مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1/14/104 الصادر في 20 من رجب 1435 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 18 رقم 98/15 والمادة 4 من القانون رقم 99/15 المذكورين، وإقرار سرياني أطر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، كما تم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة اتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.